اليوم رح نعمل رد فعلنا على توأم جزائري ريبو وهيسوكا. هدول الشخصين يا جماعة توأم جزائري حكيتوا لي عليهم كتير محتوان حلو، وكمان بآخر فيديوهات اللي عملتها عن بلد جزائر تحياتي لأهل الجزائر، كتير انه طلبتوا مني انه هالشابين بصراحة صار عندي فضول اني اشوف انه كيف هالشابين يا جماعة، كتير طلبت اني اعمل رد فعل مع انه توأم معناته شيء ابداع في الموضوع. حبايب قبل ما نبلش فيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة واكتبوا لي كمان يا جماعة تحت الكومنتات شو حابين اعمل فعل، مثلا عن حضارات جزائر او شغلات عن جزائر تحبوها او غير بلد مغرب اللي بدكم اياه. فحبايبي لا تخجلوا واكتبوا بالكومنتات وان شاء الله اسجل واعمل رد فعلي. فحبايب قلبي ما بدي كثير اطول عليكم، راح نبلش الفيديو سوا. اوكي يا جماعه بدايه هذول هن الشباب، شوفوا ما شاء الله يا جماعه بدايه، يعني الشبه بيناتهم يا جماعة. مين مثل يحب التوأم؟ هيك التوأم التوأم هيك التوأم حلوين يا جماعة، والله ترى والله التوأم حلوين. اوكي أنا بحب كثير والله يا جماعة بدون تسليك ولا بدون إنه والله جد جد بحب أخاني الجزائر، لأنه أنا في لي شيء من زمان بالجزائر يا جماعة بصراحة، وكنت كتير متعلق بأهل الجزائر كتير بالأغاني كحضارات كشي كتير أمور يا جماعة. فكنت من زمان عندي رفقات كتير جزائرية قبل السوشيال ميديا والله يا جماعة، قبل كان عندي، حتى قابلنا هون تركيا كتير وكان في بنات كمان صراحة يعني رفقاتي جزائريين، فهيك كتير كنت أتعلم منهم، بس هلا شوي نسيت تعلمت حكي كان قبل. أوكي نشوف هون، الله هالغنية ما شاء الله على الشباب شخصية حلو والله. شوف هذول لو يصوروا سلام بيطلع بزبط معهم، ثنائي حلوين بصراحة، أنا حبيت بصراحة حبيت كثير. غنية حلوة ايوه، هاي الغنية ل شو اسمه شو اسمه هذا المطرب نسيته اللي يغني انت معلم شو اسمه نسيته، سعد المجرد، سعد المجرد صح، سعد المجرد هاي غنية حلوة صح، حلوة والله. ايوه علي الغنية انا من زمان كنت اسمع له كثير. مين حاول يا جماعة بيناتهم؟ طلع هون طلع هون طلع هون طلع هون. غارو لحظة، هذا اللي يمكن كنا نسمع له قبل صح يا جماعة، في واحد مضرب أظن هذا كان صوته، هذا كان صوته يا جماعة، كنت أسمع له كثير والله. جماعة أنا مركز عم حاول أفهمها، أنا بدي أفهم خلاص. مكتوبة مكتوبة يعني مخطوبة لي. Thank you.
خلينا نغني. والله حلوة حلوة كتير الغنية. حلو الشي والله يا جماعة ترى والله. الله هذا الدرك كان زمان حاب اعمله بصراحة. قولي دارا هدرا مايش هاوش ماي ها. هلا شوف هذا بس شعره اسود كثير صح؟ شوف على اخر ايوه اوكي حبايب ما شفت عملنا ردفعنا على ريبو وهيسوكا ان شاء الله يكون بس افضل اسميا عليه. والله حلو يا جماعه محتوانا عادي يعني حلو يعني محتوانا حبيت طريقه غناه وهيك امور غناء غناء شو مطربين انا طريقه فيديوهات التيك توك حلوه يعني اوكي بس لو هن عاملين فيديوهات سلومو يعني برا او مع حدا او هيك يعني بيزبط معنا كثير حلو كثير كثير حلو بيطلع معنا. فحبايب قلبي هيك كان الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناه بدون تحت بالكومنتات عم حابين نعمل رد فعل ان شاء الله حبايبي اعمل بحبكم كثير كان معكم شادي بشوفكم فيديو جديد سلام سبسكرايب يا غني.